اليوم احنا النواب تاع جبهه التحرير جينا اليوم وقفه احتجاجيه لمسانده الشرعيه، شرعيه الامين العام للحزب ابو الفضل بعجي، وضد رانا ضد التصرفات الصبيانيه والاعمال البلطجيه، واحنا اليوم رانا واقفين نسانده، وان شاء الله تكون اساليب حضاريه في المستقبل ضد الكسر تاع الابواب هذه، وان شاء الله تكون ردع لهذه الاعمال هذه باش ما تعاودش تتكرر. احنا راح نطرحوا التساؤل، هل هذه الحركه التوقيت تاعها هذا مناسب؟ اكيد غير مناسب. لماذا غير مناسب؟ لانه تزامن مع الانتخابات المحليه. من غير الممكن تغيير القياده، تغيير الهياكل في هذا التوقيت بالذات، لانه سيؤثر على سير الحسن للانتخابات المحليه. في اطار مسانده وتنديد بالاحداث الاخيره التي وقعت لمقر الحزب الجهاز المركزي، يعني حضرنا كباقي المناظرين عبر التراب الوطني من محافظة التراب الوطني، أولا لنساند الشرعية ولنساند الشرعية في الجزائر الجديدة، لأن الجزائر الجديدة لا تقبل الممارسات السابقة تاع الكادنا كما يقال شعبيا، ونحن مع الشرعية. كاين وتوجد وسائل التعبير، وسائل النضال القانونية والشرعية، تتخذ الوسائل مع احترام الإجراءات أو احترام القانون واحترام النضال واحترام النضال جبهة التحرير في إطار جبهة التحرير الوطني.